أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه السلسلة من الحلقات التي تستهدف استنهاض النهج الدعوي لمعالجة قضايا الأمة الإسلامية ومواكبة الأحداث المصيرية. أعزائي المشاهدين، يسرني في هذه الحلقات أن أستضيف العلامة الشيخ تاج الدين حامد الهلالي، أستاذ اللغة العربية وعلوم القرآن وعلوم الحديث، وأستاذ أصول الفقه والفقه المقارن. سمحت الشيخ أيضا هو عضو اللجنة العليا في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، وأيضا هو عضو المجلس العالمي للصحوة الإسلامية. سماحة الشيخ هو المفتي السابق لقارة أستراليا ولمدة طويلة من الزمن. سماحة الشيخ أيضا يحب أن يلقب بخادم الوحدة الإسلامية. سماحة الشيخ، أهلا وسهلا بكم من جديد. حياكم الله وحياكم. سماحة الشيخ، كنا قد تحدثنا عن يعني بعض الخصائص البشرية للذات المحمدية، ومنها معرفته بحالات أهل القبور، ومنها أيضا الرؤية من الخلف من يعني من جانب البصيرة. يعني هل هناك أيضا خصائص أخرى، مثلا نسمع عن موضوع التلطف؟ حمدا لك اللهم أقولها في البؤس والإيسار والإعسار، وعلى النبي الهاشمي وآله ليلي أصلي دائما ونهاري. سيدي يا أبا القاسم يا حبيب الله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك نبيك وخير خلقك وصفوة رسلك سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نعم، هلم بنا أيها الإخوة الأحباب إلى الدوحة المحمدية وإلى رياض الذات النبوية في خصائصها البشرية. تحدثنا عن خاصتين، الرؤية الخلفية بعين البصيرة، وتحدثنا عن معرفته الله تبارك وتعالى أعطيه قدرة على معرفة حال أهل المقابر. والخاصية الثالثة، يا من تقولون بمساواة بشريتكم ببشرية نبيكم، الخاصية الثالثة قدرته على التلطف حتى لا تراه عين من أراده بسوء. التلطف، يتلطف الإنسان فيخرج من ماديته إلى كيان آخر نوراني لا يخضع لقانون المادة. هذا معنى كلمة التلطف. وعندي حديث صحيح لما جاءت طبعا أم جميل حملت الحطب وأرادت أمسكت أرادت أن تضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فناء الكعبة، فدخلت النبي تلطف فلم تره، حتى أنا أين أروني محمدا وهو النبي يبتسم، فقال صحابي ألا تراه؟ قال لا، هي لا تراني، أخذ الله بصرها. وكذلك حادثة أبو لهب لما دخل كان خندق حيل بينه وبين رسول الله بخندق من نار، وقيل أنه وقع الحجر على رجله فهو يجرها، قضية معروفة لنا جميعا. حتى ليلة الهجرة عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد أحاط ببيته 40 شابا يعني صلدا جلدا قويا، كلهم وهم مدججون بالسلاح من أجل أن يضربوه، يعمدون ليضربونه ضربة رجل واحد ليلة الهجرة المعروف، ونام أمير المؤمنين علي عليه السلام في فراشه، القصة المعروفة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم لأن الهجرة ميدان تأسي الحركة الحياة كلها قائمة على الهجرة، فلم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بوسط البراق حتى ينجو، وإنما استعمل أخذ بالأسباب المادية.
ومع جانب الأسباب المادية كانت هناك عنايات إلهية لإتمام نجاح الهجرة، فمنها التلطف حال خروجه عندما قرأ سورة ياسين: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فأخذ الله أبصارهم. هذا التلطف، خرج النبي من بين ظهرانيهم دون أن يروه. ثم أخذتهم السن، ناموا وما من أحدهم إلا ورأسه على سطره فهو نائم بشنخر. إذن التلطف خاصية ذاتية للبشرية المحمدية، وهو نوع من المعجزات التي خصها بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم سمعت الشيخ، بخصوص التلطف يعني لا يراه عدوه، ولكن هل يراه باقي الناس؟ كالعادة، من أراده بسوء لا يراه فقط لا غير. نعم. هو مش معنى يلبس طاقية الإخفة، لا، ليست عملية سحر ولا بيعمل ماجيك وبيعمل حركة ما شاف مثل عملية السحر، وإنما التلطف لذاتيته الخاصة. هنا بقول بشر غير بشريتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم من خاصيته البشرية في ذاته المحمدية الإنسانية ألا كان لا يقع له ظل لا في ضوء الشمس ولا في ضوء القمر. أي جسم مادي، إنسان ولا جريدة ولا شجر ولا نخل، إذا وقف الإنسان وقته في ضوء الشمس أو في ضوء القمر بكله في ظل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقع له ظل لا في ضوء الشمس ولا في ضوء القمر. والنكتة فيها لو ماشي جنب الناس وفيئه على الأرض والناس داحسة تدس على إيه؟ على فيئه، فصان الله تبارك وتعالى ظله من أن يوطى بأقدام الآخرين حتى يقلع ظل على وجه. أو النكتة أنه هذه الذات يعني لها ذاتية بشرية، ذاتيتنا بادية محضة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فهي ذاتية بشرية نورانية هبة من الله تبارك وتعالى. ومن خاصية ذاتيته البشرية صلوات ربي وسلامه عليه، عدم مخالطته أو مخالطة الذباب له طول حياته. الذباب بهف، والذباب من عادته أن يخالط القمامة والقاذورات، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الطاهر المطهر الذي كان عرقه المسك. خاصية أخرى، فأنت قاعد لو كنا عسل ولا كنا قطعة حلو نقعد نهش طول النهار، بينما النبي صلى الله عليه وسلم الذباب يعني ممنوع أن يحط ولا أن ينزل على مطار جسده الطيب الطاهر المبارك، لأن الذباب يخالط كل البشر، يخالط أي شيء آخر إلا عدا الذاتية المحمدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم سمحت الشيخ، يعني أيضا هناك بعض الناس الذين يعني أثناء المزاح يكذبون، يعني من المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين، وبالتالي يعني هو لا هل يجوز له أن يمزح ولا ينكت ولا لا يتكلم إلا بالحق؟ نعم طبعا هذه خاصية تضاف إلى الخصوصيات البشرية للذات المحمدية، أنه صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بالصدق والحق والصواب ولو كان غاضبا أو مازحا، ما تطلع منه الكلام الفالت أبدا أو كلام ما سمح الله في غير محله أو في غير موضعه. فإذا غضبت فإنما هي غضبة للحق لا ضغن ولا شحناء، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. حتى لو أراد أن يمازح أحدا لا يمازحه بنكت البشرية بتاعت نحن اللي بتقطع وشلح بتاعت نحن، بدليل أن المرأة العجوز عندما أتته ذات يوم وقالت: يا رسول الله أدعو الله لي أن أكون معك في الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مازحها لطيفة، قال: أما علمت أن الجنة لا تدخلها عجوز؟ المرأة لا تدخلها عجوز؟ لا تدخلها عجوز يعني معناها صلاة وصوم وإيمان، إذا راح كده ذهب. فأخذت على خاطرها فتبسم حاضر النبي الحاضرين فهموا،
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ادخليها شابة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلهن أبكار، الجنة مدخلها عيوت ستدخلنا شابة فقرت عينها بذلك. والرجل الذي قال يا رسول الله أنا أريد السفر إن شاء الله تبارك سأخرج معك وأريد أن أخرج بس لا أجد ما أحمل نفسي عليه، لا أجد ما دابة، أريد دابة يا رسول الله أحملني جزاك الله عنا خيرا، أريد أن أخرج معك للغزو. فالنبي صلى الله عليه وسلم مازحه يعني كان روحه عن القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت ملت، فقال أنت بالذات سأحملك على ولد الناقة. قال له أنا يا رسول الله يعني أنا صغير بنظرك يعني أنا ولد؟ ليش كل الناس يركبون إبل والجمال وأنا أركب ولد الناقة؟ فخذ يحيى يجيب لك ولد الناقة. فقال له وهل الجمل إلا ولد الناقة؟ مازحه، هم الجمل ده ابن إيه؟ ابن ابن ابن, ابن الحمارة والابن البقرة، وهل الجمل إلا ابن الناقة؟ فمازحه ولكنه ما قاله إلا حقه. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا عندما سأله أحد الصحابة أنكتب نراك يا رسول الله غضبانا؟ والواحد لما بيغضب يبقى ما يقدم الكنترول على لسانه في أن يضبط كلماته وما يريد، أنكتب عنك حال غضبك أو تكون أحيانا بتمازح، أنكتب حال مزاحك؟ فقال أكتب عني كل شيء فوالذي نفسي بيده، ما نطق هذا الفم وهو الفم الأطهر والأشرف الشارع إلى فم صلى الله عليه وسلم، ما نطق هذا الفم إلا بكل حق وصدق وصواب، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بالحق والصواب حتى ولو كان مازحا. نعم سمحت الشيخ في نفس الموضوع، يعني هل النبي أيضا صلى الله عليه وآله يعني لا يتكلم إلا بالحق حتى أثناء المرض الشديد، يعني هو لا يغيب عن الوعي مثلا أبدا، ولا 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 يهجر ولا بيضيع ولا بيخرب. وكذلك من خصوصيات البشرية صلوات ربي وسلامه عليه أنه كانت تطوى الأرض تحت قدمه. شفت لما تروح المطار حاليا تمشي على سير تركب يمشي بيك، هذا هناك خاصية لحضرة النبي صلى الله عليه وآله أن الأرض تطوى تحت قدميه إذا صار، فاللي جنب منه عمالي يعني يركض ويهرول والنبي ماشي طبيعي، بس خطوة النبي ممكن بتتربع خمس خطوات من خطواتك العادية، فتطوى الأرض تحت قدميه تكريمة له. وأيضا ليست الأرض حتى السماء فوق، في مسجد اسمه مسجد الغمامة على بعد 100 متر أو 120 متر أو 200 متر من مسجد النبوي، مسجد الغمامة هذه الغمامة التي كانت وقفت وقت الهاجرة فأظلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا صارت وإذا وقفت، ويوم الاستسقاء جاءت هذه الغمامة من هذا المكان ثم كترس ثم توسعت بعد أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم وصلى صلاة الاستسقاء فأمطرت المدينة وملئت بالخيرات والبركات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك عناية له من ظلة سحابة سماوية خاصة تظل وقت الهاجرة، ميسرة لما قدم التقرير لسيدة خديجة رضي الله عنها، كنت أرى سحابة يا سيدتي سحابة تظلنا فإذا صارت وإذا وقفت. يبقى عناية ربانية من السماء وعناية أرضية حين تطوى الأرض تحت قدمي. وكان من خصوصيته البشرية، وهو البشر هنا، إذا قضى حاجته البشرية ابتلعت الأرض فضلاته صلى الله عليه وسلم، ما خرج منه صلوات الله وسلامه عليه وآله الأطهار تبتلعه الأرض حتى لا يشابه أحدا من البشر في إنه هذا الفضلات لرسول الله أو لمحمد بن عبد الله، هذه خاصية له صلوات الله وسلامه عليه. هذه الخصائص سمحت الشيخ كلها موجودة في روايات. أنا أذكر هذا لو أردت أجيب الدليل والأسانيد أعدل حلقات طويلة، وإنما راجع هذا في خصائص المحب للطبري، خصائص النبوية للمحب الطبري، أذكر الحاوى والفتاوى للإمام السيوطي، كل هذه الخصائص البشرية ذات المحمدية موجودة بأدلتها بالدليل كذا 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 كذا، فأنا أسوق الخاصية من غير دليل لمنع للإطارة. ومن خصوصيات صلوات الله وسلامه عليه لو قيل لك واحد ألغز أعطي لك لغز يعني حزورة أقول لك أيهما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان إذا تثاءب يضع بطن اليمنى أم بطن أو بطن اليسرى أو
يده اليمنى او اليسرى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا تثاءب بيعمل ايش؟ بيستعمل الشمال ولا اليمين؟ الشمال ولا اليمين من اجله؟ فالجواب قل له النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستعمله ابدا لا اليمنى ولا اليسرى، لانه لم يتثاءب قط طول حياته. يعني في العاده صلى الله عليه وسلم كان لا يتثاءب قط، لان التثاؤب من امرين، من الشيطان، واما بانعكاس ابخره الطعام في المعده على المخ، كبسها وتالت وشربت ميه والميه وانعكس الابخره الطعام على المعده فهتنام من كثره الاكل، ومن كثر اكله شربه نومه الى غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما شبع من طعام يومين متتاليين فلم يتثاءب. ومن خصائص ذاته البشريه، وده حاجه مهمه جدا، ان عرقه المسك. وربما كان الصحب الكرام يصلون الى المكان الذي خرج من بيته فاصل اليه، عندما يمشون في الطريق يتعهدون اثر مسكه، عبير رائحته الطيبه المنعكسه على الشارع يمشي ورا منه، فيتعهدونه حتى يعرفونه هناك. وربما وضع يده الشريفه صلوات ربي وسلامه عليه واله على راس الولد، فيشم لراسه ريح طيب اياما ببركه يده، فعرقه المسك. حديث رواية أب أنس لما جلس وقت الظهيرة فأخذته سنة من نوم بعد صلاة الظهر، فجعل جبينه يسفض عرقا. أم أنس ست كبيرة عجوزة، فقال ماذا تصنعين يا أم أنس؟ قالت يا رسول الله ونطيب طيبنا بطيب عرقك يا أطيب خلق الله. نطيب طيبنا يعني عرقنا بالمسك العطر اللي عندنا احنا، فبنحتفظ من عرقك لنتخذه طيبا نطيب بها أنفسنا. أم نحن؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عرقه المسك. إحنا لو ما اغتسلنا أسبوع وقت الصيف نتحول إلى مقابر متحركة. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يزداد بالعرق إلا طيبة، إلا مسكة، إلا شيء، إلا عطر الفواح. سمحت شيخ، يعني في هذه الخاصية، يعني من المعروف والمشهور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشتري بالمال الوفير، يشتري العطر. صلى الله عليه وسلم كان يحب العطر. إذا كان عرقه مسك كما تفضلتم، لماذا يشتري العطر؟ النبي صلى الله عليه وسلم عرقه المسك ورائحة الورد الطيب أقرب أنواع العطور إلى ريحه الطيب الأصيل. والنبي صلوات الله وسلامه عليه تهادوا تحابوا، فكان يحرص على شراء هذا المسك لأجل أن يهديه ويوزعه. حطوا أورا كتأسي، قد كان لكم في رسول الأسرة تطلب النبي صلى الله عليه وسلم مات، من وين هنجيب العرق بقى المسك؟ إذا صافح إنسانا انعكست رائحة الطيبة عليه وبعد وفاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل العطر المادية للتأسي، وفي نفس الوقت حتى لا يتخذ الناس من ذلك ذريعة. يعني النبي هو ماشي يقعد بقى بحل المسك ماشي، يقعد الناس تتبارك به ويزود، يعني يزود الامور، يعني ياخذون الامور نوعا من ايه، نوعا من 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 التقليد اللي قد يكون فيه نوع من حب الشهره والرياء. والنبي حشوا ان يكون كذلك. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه كان يتخذ العطر الدنيويه الماديه للاهداء وللتاسي، ولكن في نفس الوقت لا يكون هذا متعارضا مع الخاصية البشرية التي اكتسبها الله تبارك وتعالى وأكسبها ذاته صلوات الله وسلامه عليه. نعم سمحت شيخ، يعني نكمل إن شاء الله بعد هذا الفصل. أعزائي المشاهدين، فصل قصير ونعود إليكم.
أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم من جديد. سمحت شيخ، يعني استكمالا للخصائص البشرية للذات المحمدية، يعني يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 40 رجلا. النبي صلوات الله وسلامه عليه عندما نتحدث عن الرجولة فإنه سيد الرجال، كان بين الناس رجلا، وعندما نتحدث عن الرجولة فالرجولة تختلف عن الذكورة. كثير من الناس يأخذون هذا الجانب في الجانب الذكوري، والذكورة أحد الأجناس أو الزوجية التي أقام الله عليه نظام، ومن كل شيء خلقنا زوجين ذكر وأنثى، وبون شاسع وخلاف كبير ما بين الذكر وبين الرجل. الذكورة موجودة في الحيوانات وليست الرجولة في أن تنجب ولا أن تكون لقدرة على معاشرة النساء. يا من تهينون رسولكم ومن حيث لا تدرون. الرجولة هنا ليست رجولة الذكورة وليست رجولة الشهوة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. أين تربى هذه الرجولة؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سورة النور، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. وبعدين عندما يتحدث عن موقف مناقبي لرجل من في بني إسرائيل، قال وجاء رجل من أقصى المدينة. فالرجولة هنا غير الذكورة. فالقدوه لو كانت الرجولة بالإنجاب لكان سيد الرجال الديك، لو الرجولة في المعاشرة لكان سيد الديك أرجل من عيلتك كلها، من قبيلتك كلها، من 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 شمال لكله، مش إلا من الجنوب سيد على رسول الله. فأقصد وليست الرجولة في أنك أنت كان صاحب عضلات منفوخة وكذا كذا، وإلا يبقى البغل أرجل من العيلة كلها. وليست في 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 قوة التحمل، أجلكم الله أكرمكم الجمل، ولا في الطول الزرافة، ولا في السرعة الكلب، ولا في أنك فهلوي وذكي وسمارت يعني مثل الفوكس ثعلب، لا. وإنما الرجولة هنا رجولة كرم الغيظ، رجولة الشجاعة. كنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله، لذنا واحتمينا، خلاه قدام منه، فما يكون أحدا أقرب إلى العدو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرجولة. أما تأخذوها أنتم بقى في المجال الجنسي خيبتكم كبيرة. تأخذوه الرجولة قوة في معاشرة كذا. النبي رجل، هو نعم رجل في فراشه، رجل في مزاره، رجل في مخبره، لكن ليس هذا الرجل المقصودة عندما نصف أنه كان قوة 40 رجل، قرب 40 رجلا. ليس المقصود فقط في ميدان الفراش، وأن النبي أسمى من ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وإنما في ميدان المواجهة، في ميدان العطاء، في ميدان حتى كظم الغيظ، في ميدان تحمل الأذى، جهد في ميدان المجاهدة والجهاد. هذه هي قوة رجولة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما نتحدث عن ذات المحمدية سنجد خصائص. يبقى عندما تقرأ قل إنما أنا بشر مثلكم، تتوقف عند هذه الآية، تتوقف عند هذه الخصائص. من هذه الخصائص أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قد أعطي الجمال البشري كله. فإن كان يوسف عليه السلام بشدة ما وصف، فلما رأيناه أكبرنا، فلما وقالت امرأة لما جمعت فلما سمعت مكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا، كل واحدة فرشة وأعدت، وأتت كل واحدة منه سكينا وقالت أخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه. أوه زمان يعني ماي جاد نو واي، استحال أن يكون هذا بشر، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. جمال يوسف كله هو نصف الجمال البشري. الحبيب أعطي الجمال كله، بيد أن جمال الحبيب المصطفى كسي بالهيبة والوقار، جمال مع الجلال، فلا تفتتن به النساء. بينما يوسف أعطي نصف الجمال خرب الدنيا وجنت به زوجة العزيز. أما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أعطي جمالا
وبهاء وكمالا فيه كل، حتى حديث الصحيح بتاع جابر بن سمرة، خرجت والبدر ليلة التمام ليلة 14 خارج على حدود مكة، فإذا بي أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت والبدر ليلة التمام، فطفقت أنظر إلى البدر في كبد السماء وأنظر إلى وجه رسول الله. يشوف جمالين، عندي بدرين بقى، عندي البدر الرباني وعندي البدر المحمدي، عندي البدر الكوكبي الكوني وعندي البدر المحمدي البشري. يقول جابر بن سمرة وكان وصافا دقيق، فوالله رأيت إلى البدرين إلى الوجهين إلى الجمالين، فإن رسول وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشد بياضا وجمالا من ضوء القمر. جمال حضرة النبي أجمل من 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 ضوء القمر، لكن جمال جمال كسي بالجلال فلا فتنة فيه. لم يحدث التاريخ أن امرأة فتنت برسول الله أو اجتهته أو عاكسته أو لقصة غرامية أو قال كلمة أو قالت كلمة فيه تمدحه مدح امرأة لرجل، أبدا. ولو وجدها الأعداء لكبروها وضخموها وعملوا منها أفاعيل، شوف ده كان كذا وكان كذا، لكن لم يحدث عبر التاريخ. عندما يقول الله تبارك وتعالى ما ضل صاحبكم وما غوى، كنتوا بتعاكسوا وانتوا شباب، هل عاكس النبي في حياة امرأة على عكسته امرأة؟ لا، كنتم تحبون الثمرة والأفراح والمختلطة وغير المختلطة، كنتم تشربون الخمر، كنتم يعني تأيدون بناتكم، العادات الجاهلية كلها. لم يسجلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هفوة واحدة في أخلاقه، هفوة واحدة. ولو وجدوها لما روح بقى الوزارة الداخلية القرشية ونقول لهم عادين نستخرج السجل العدلي، بالتعبير المصري فيش التشبيه، سجل اللي هو بسموه احنا ايه، صحيفة الجنايات، سجل العدل مش هكذا بسموه سجل العدلي، اعطينا عادين سجل العدل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروح اهل قريش جميعا، اولهم ابو لهب وابو جهل، عتبة، الوليد، القريب والغريب، الجميع شهادة، نشهد أنه الصادق الأمين، والله ما جربنا عليه كذبا، والله لن نتهمه في أخلاقه أبدا. فلو أن هناك هفوة أخلاقية تتعلق بالجانب الأخلاقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجدها المشركون عليه لكبروها وضخموها وأذاعوها ونشروها للنيل بشخصية صلوات الله وسلامه عليه. إلا أنه القريب والغريب، القاصي والداني يشهد أنه الصادق الأمين، أنه الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. وحضرة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه حتى في الأسماء، أبوه ما سموه لعبد الكعبة ولا عبد اللات ولا عبد العزة، اسمه عبد الله. أمه آمنة من الأمن والأمان، مرضعته، شوف حلم بس حليمة السعدية، قابلته الشفاء، القابلة التي ولدت اسمها الشفاء، وخبرتك كل الأسماء التي تحيط به صلوات الله وسلامه عليه أسماء موحدة، أسماء فيها من الجمال، فيها من الجلال، فيها من التعظيم، فيها من التكريم، ما يدل على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم ذاتية بشرية لا تضاهى ولا تماثل ولا يمكن أن نجد لها مثيل على وجه الأرض. ومن أهم خاصية خواتم الخصوصيات البشرية للذات المحمدية، تستغرب عندما يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم، مضاعفة ألم المرض له. قال أليزداد الأجر؟ قال نعم، يعني عشان أجر يضعف، مشقة على كل الثواب على قدر التعب. فالنبي إذا أحب الله عبدا ابتلاه، إذا أحب الله، ما يصيب العبد المؤمن من هم أو وصب أو نصب أو تعب أو مرض، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حمى، أجت الحمى، انت لو 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 وضعت يدك على يدها ترتعد، كانت الحمى تهز بدنه هزه صلوات الله وسلامه عليه. وما دل على انه
المرض بنظرنا نحن بلية، ولكنه من الله هدية. إن الله لا يتعهد عبده بالبلاء كما يتعهد أحدنا زرعه بالماء. فالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأوعك، يعني مرضي، كما يوعك أمرض رجلان منكم لمضاعفة الأجر له صلوات الله وسلامه عليه. فأحبابنا الأكارم، أنت أمام شخصية عظيمة لا يعرف قدرها إلا خالقها، لا يعرف عظمة رسول الله إلا الله تبارك وتعالى. زيادة في هذه العظمة، لو وقفت على معاني آيات قرآنية من معنى ورفعنا لك ذكرك، يرفعنا لك ذكرك، أي الذكر؟ لا يذكر الله إلا مقرون برسول الله في النشيد السياسي التوحيدي اللي على منائر وفي كل مساجد العالم: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، الله أكبر. الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لو استفتحوا علي، لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب. الله يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل وعزتي وجلالي يا محمد، لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. لأنه باب الجنة المفتاح السنتين أساستان، عندي لا إله إلا الله، محمد رسول الله، سنة واحدة ما بيفتح الباب. فرفع الله ذكره، ده من معاني رفع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم العجيبة. لما كنت أنا سنة 86 عندنا أجريت إحصائية على أكثر الأسماء ترددا وشيوعا وزوعا في مدينة سيدني، وظهرت في لندن أيضا سنة 83 في لندن، سنة 86 في سيدني. يعني عندهم الأسماء المشهورة: جاك وجون وستيف داود حاجه ديفيد، هذه الأسماء المشهورة زي عندنا احنا: حسن وحسين وعلي ومحمد ومصطفى وعلي وطه، الأسماء المشهورة العربية، يعني الغالب الناس بيسموها، يعني تطلع لسانهم هكذا، عفوا يعني بحكم المعتاد. فأكثر الاسم، أكثر اسم في لندن، أكثر ناس سموا محمد رغم الأسماء شو عندهم، أكثر ناس سموا أبنائهم، وجدوا أن اسم محمد صلى الله عليه وسلم أكثر اسم تكرر في هذا العام في لندن وفي سيدني. ورفعنا لك ذكرك، حتى في بلاد الكفر اسم النبي صلى الله عليه وسلم بيسمى، يعني أخ غير المسلمين، مش غير المسلمين سموا محمد، وإنما الجانب بس تكرر الاسم. يعني هاب إنه مثلا عندنا مثلا 3000 4000 مولود هذا العام، شاء ترى الله عز وجل إن الجالية الإسلامية 1500 منهم يجي لهم مواليد، بس ال 1500 سموا مين؟ سموا محمد، طلع 1000 منهم هم من المسلمين، المسلمين طبعا. فأقصد انه يعني النسبة المئوية، مش معناها ان احنا اكثر منهم، لا، وانما قلت بالنسبة للاعداد الموجودة اخرى. فذكرك سمحت شيخ، يعني في يعني الدقائق الأخيرة في هذه الحلقة، أنا كنت أتفكر أثناء حديثك في الخصائص البشرية للذات المحمدية، وعكست ذلك على المبلغ أو التبليغ. يعني مثلا عندما نقول أن النبي له صفة الرؤية من الخلف، يمكن أن نقول بأن المبلغ يجب أن يكون لديه البصيرة والوعي الكافي، يعني يقصد في مشيه ويتوارى عن الأنظار، يعني لا يقضي وقته في يعني في الشارع، صح التعبير؟ نحن هنا لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أطل على الدنيا وعقد مؤتمر صحفي أو صحافي أو صحفي أو صحفي كل معنى صحيحة من أجل أن وسألوه عن أهداف بعثته السياسية والاجتماعية والدينية الآخر، للخص الأهداف وقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هو كذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على وجه الأرض، وكان صلوات الله وسلامه عليه يحرص على كسب القلوب قبل كسب المواقف، كل هذا سهل. ولكننا عندما نتحدث
عن الخصائص الذاتية للبشرية المحمدية فإنما نعني بها الجانب المادي أيضا. نعم سمحت لو أردنا أن نحورها تحويرا معنا معنى نعم. لكن لا ننكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بخصائص سبيشيال خاصة في ذاته وبشريته لا ننكرها. فقون ولكن أنا أحاول أن نستفيد أن نتعلم من هذه الخصائص. هذا جانب أخر. نعم يعني الجانب الأخلاقي الروحي لا, لا ندخله في هذا الموضوع. لا مثلا سمحت شيخ لا يخلطه الذباب نؤكد على النظافة. مثلا لا ينتقد وضوءه بالنوم نؤكد على استحباب الوضوء بعد نقضه مباشرة. أن يبقى الإنسان على وضوء. على من مات على وضوء مات شهيدا. لكنني لا أحمل أبدا هذه الصفات البشرية الذاتية تحميلات معنوية روحية بل هي مادية بل هي في ذاته البشرية بل هي في ذات الإنسانية في الماتيرياليزيشن في الماديات البشرية لذات المحمدية. أما في الروحانيات وفي القيم من الجانب المناقبي أتحدث 10 أيام حتى في الماديات. سمعت الشيخ عرقه المسك يعني التعطر مثلا تعطر مسألة مادية ولكن لها أثر معنوي. ما في مانع لكن أيضا عرقه الطبيعي الذي خلقه رب العزة ليه مسك ما نبحاجة لمسكك ولا لعطرك. فأنا أريد أن أؤكد على أن الذات البشرية المحمدية في جانبها المادي هي كذلك. أما بقى في الجانب الروحاني وتبريراتها بمعاني معنوية مناقبية نعم وألف نعم ولها دليلها ولها ميدانها. يعني توافقون الرأي مع استفادة لا مانع لدي. ولكن في عندما تحس عن عندما بقول الخصائص مش خصائص روحية وليست خصائص مناقبية وليس خصائص معنوية خصائص تكوينية جسدية. الله يفتح عليك. هذه الخصائص التكوينية لذات المحمدية أردت أن أبرز بهذا الجانب بس في جانب بشري. أما عندما أتحدث عن أخلاقه وأتحدث عن إيمانه وعن إحسانه وعن مقامه هذا موضوع آخر. سمعت الشيخ أيضا يعني أردت التعليق في الدقيقة الأخيرة قبل أن أختم على موضوع الجمال. يعني عندما يريد شخص ما أن يتصدى للتبليغ وأن يتصدى لنشر الدعوة الإسلامية يعني لابد أن يكون مظهره مقبولا. ولا شك أن أنا بقول الداعية هو الإناء الكوب الذي من خلاله سيعرض السائل. فهذا الكوب لو وضعت فيه أطهر مياه الدنيا جبت لي ماء زمزم عزما فراتا ساغا للشاربين قلت اشرب لكن الكوب كان متسخا وملطخ شكل فشكل أنا أقول لك الله غني عن هذا الماء يا عم الماء طاهر. أقول له المحمول نعم مرحبا بالمحمول ولكن بئس المحمول على يد هذا الحامل لا أقول له نشرب هذا الماء. فنحن الأواني الآنية التي يقدم من خلالها الإسلام فالأواني متسخة السلوك متسخة في عباراتها متسخة في تعاملها حتى في مظهرها. النبي النظافة من الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل يعني لم يأخذ لحية على العين ورث لحية سنة ما عنده عراء ومندوبة ولكن في ذلك أجر ومؤكدة ما في ذلك من خلاف ولكن دخل أحدهم ثائر الشعر اذهب سوي شعرك. فالرجل ذهب راح شف حلاق زبط وهزه ودخل فالنبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليه نعم هذا المظهر لأن الإسلام نظيف ويحب النظافة. الإسلام الدين ليس تجهونا الدين ليس تجهما وعبوسا والدين ليس مظاهرا وطقوسا. الدين إيمان وفيض سماحة فاسعد وأسعد لا تكن منحوسا. ظن التدين تكشيرا وعكننة وقضبة الوجه في صحب وفي ولدي. الدين إيمان واختنام مودة ما أبعد الفرق بين الدين والنكد فرق كبير. فأنا أريد أن المظهر النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن المظهر أن يأخذ من لحيته وأن يأخذ من شعره وأن يأخذ من ثيابه وأن يعطر نفسه ونطيب نفسه وفي نفس الوقت أن يكون يعني جميلا في خلقته جميلا في خلقه جميلا في سلوكه جميلا في حتى في منطقه. الحكمة اللفظ الكلم الطيب. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو كذلك ما أجمل أن نحافظ. صحيح النبي عرق المسك أنت مش عرقك المسك أنت أحرز عرقك يكون يجب أن تحرص على النظافة وأن تطيب نفسك وأن تعطر نفسك وألا تخالط الناس وأنت متسخ وبعرق زفت قطراني واللي يشوفك
يقول لك أنا بطلت لا أريد أن أسمع دين من هذا الشيخ. نعم ينفر منك ومن الإسلام. لا شك. نعم سمحت الشيخ على كل حال. نشكرك على يعني هذه الخصائص، على توضيح هذه الخصائص البشرية للذات المحمدية، وهذا كلام يعني مفيد وجديد. أعزائي المشاهدين أشكركم على حسن استماعكم ومشاهدتكم لهذه الحلقة، على أمل الاستفادة إن شاء الله، وأستودعكم الله إلى حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.